كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه اشقال. مرحبا يا جماعة، اليوم باش نرجعكم لقضية مقتل جمال خاشقجي صحفي سعودي اللي صارت في 2 أكتوبر 2018 وعندها 16 شهر من اللي بدأت تحقيقات متاعها. القضية هذية اللي كانت تفكر وقتها برشا إعلام يخدم بها، الإعلام الموالي للسعودية والإعلام اللي ضد السعودية كما قناة الجزيرة، اللي وقتها من الصباح لليل ما قاعدين يحكيوا كان في حكاية مقتل جمال خاشقجي كيف في العربية، اللي حاولوا أنهم يسكروها القضية هذية تتسكر وما يخرج منها حتى شيء. أخيرا القضاء السعودي يخرج الحكم نتاعو بإعدام 5 أشخاص من قالوا هم مسؤولين على مقتل خاشقجي، ما بين 11 شخص قاعدين يحقوا معاهم، وكان هذا البارح في الكونفرنس دو بريس اللي كانوا فيها يمكن 10 صحفيين من الإعلام السعودي المحلي، هكاك أعلنت النيابة العمومية على الحكم نتاعها. القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث أنه كان يتمتع بإجازة رسمية. أظهرت التحقيقات نيابة العامة أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل هو لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي رحمه الله إلى مكان آمن لاستكمال إجراءات التحقيق لاستكمال المفاوضات معه. كما أثبتت التحقيقات أنه لا يوجد هناك أي عداوة سابقة بين الجنات والمجني عليه رحمه الله. هذه كيفاش أعلنت النيابة العمومية على الحكم. كيف كان وقتها الاستخبارات الأمريكية قالت اللي محمد بن سلمان ولي العهد عنده دخل مباشر في المقتل متاع جمال خاشقجي، من بيناته أكثر الناس المقربين منه اللي هو سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، وكيف رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري. هذوما في ال 11 اسم اللي كانوا متهمين، ولكن البارح تم الإعلان على إعدام 5 أشخاص، الحكم بإعدام 5 أشخاص من بين 11. ما سماوش الخمسة شكون، ما نعرفهمش شكون، ولكن ما فيهمش لا سعود القحطاني ولا أحمد العسيري. سعود القحطاني هو تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة، ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده. علي القحطاني صحيفة الوطن السعودية، سؤالي بشأن اللواء أحمد عسيري، هل تم التحقيق معه وهل وجهت له أي اتهامات وهل تمت محاكمته أم لا؟ نعم، تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وتم توجيه الاتهام له وأحيل إلى المحكمة، وصدر عليه حكم، صدر له حكم بيقضي بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية بشقيها العام والخاص. فما شكون يقول تشكيك في أحكام جريمة قتل خاشقجي، السعودية تحاول إسكات الشهود إلى الأبد. هذه بعض المقالات اللي تكتبت كيف خديجة جنكيز اللي هي خطيبة خاشقجي الله يرحمه، قالت أنه إخفاق العدالة والإعلان السعودي الحكم هذا غير مقبول. برشا إعلاميين عرب أين جثة خاشقجي مازالوا يتسائلوا لليوم. كيف مراسلون بلا حدود تقول أنه البارح الرئيس المنظمة دخل في فرانس 24 وقال كيفاش تبرئة المتهمين الرئيسيين في القضية، وصف هذا لأنه لا يحترم العدالة الدولية، وقال زاد العدالة لم تحترم وهذه المحاكمة لم تحترم مبادئ العدالة المعترف بها دوليا، وهذه الأحكام يمكن أن تكون وسيلة لإسكات الشهود على عملية الاغتيال إلى الأبد. هكا قالت مراسلون بلا حدود. كيف المتحدث باسم رئاسة تركيا، كما تعرفوا صارت الحكاية الكل على الأراضي التركية ولكن في القنصلية السعودية في تركيا، وصف الأحكام هذية بالفاضحة وقال مش معقول الحكم هذية اللي صار، وهناك مطالبات كبيرة بتدويل القضية وما يحكمش فيها الإعلام القضاء السعودي اللي هم يعتبروها حكم وخصم. جوج بارتي معناها، ولكن اليوم شكون اللي من حقه أنه يطالب بتدويل القضية؟ أولاد، ويظهر لي الأولاد متاعه ومعناها الورثة متاعه جنرالمون سير للي مشكلة أولاده صحيح، ولكن زاد هو كان صحافي كما مراسلون بلا حدود كما منظمات إعلامية عالمية من حقها أنها طالب بتدوين قضية كما طالبت المراسلون بلا حدود. ماهيش قضية قتل وكهوية ولا قضية اغتيال ولا تصفية، هي ما أكبر من هكاك برشا، دونك ماهيش حكاية مربوطة بأولاده.
مربوطه زادا بزملاء ويمكن مربوطه بولد مهنتو مربوطه ببلاد كامله قضيه ريعه هي وليت قضيه عالميه خذت المنحى العالمي كاريمون وزاد خذت المنحى نتاع كل واحد خدم بها على روحه معناها تركيا وشريو فيها روحها تركيا كيف قطر اي بلاد معناها اي اعلامي زادا يمكن في اللي يهمهم الشان خدموا بها ما ربي يهدي تعملوها لتصفيه حساباتهم الله يرحمه وينعمه هو جمال خاشقجي انتم ربي ظهر الحق وربي ظهر الحق ان شاء الله ربي ظهر الحق على خاطر الظلم معناها ربي نفيه على روحه دونك ان شاء الله ربي ينور الحق على خاطر سي تري امبورطون انه حتى تعرف حتى لعائلته حتى للتاريخ معناها سي تري امبورطون انه نعرفوا مجريات القضيه هذيا والحقيقه من حقيقه الاغتيال كيفاش صارت تعرف من فيرسيون تركيا تقول تركيا خلت كذاك ورقه ضغط سياسيه تقول عندها حتى مساله التوثيق معناها بالصوت اللي صار داخل القنصليه ما نعرفوش كيفاش الى حد الان لا يمت الجايه ممكن زاد حتى تركيا بيعت وشريت بها برشا مع السعوديه ورقه سياسيه ورقه سياسيه دونك رابحه بالنسبه لها هي رايكم يهمنا على الباج نتاعنا ديما كل عاد احلى صباح باي موزايكا فام ميرسي بوكو هاجر